فضيلة الشيخ، كنا قد تحدثنا بالأمس عن التزكية بشكل عام وتطرقنا إلى مجموعة من النقاط المهمة في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بقواعد تربية النفس، التربية أو تزكية النفس، وكنتم قد وعدتم أن تتحدثوا معنا عن قاعدة أخرى تتعلق بالتربية على يد الشيخ. هل لا بد من وجود شيخ يقتدي به الإنسان ويلتزم أفعاله في قضية تزكية النفس؟ ما حقيقة العلاقة بين الطالب أو بين الذي يريد تزكية نفسه ووجود هذا الشيخ في حياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن إحدى أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي هذه الأمة، بحيث يرفع من شأنها ويقود هذه النفوس إلى ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى وما فيه سعادتها في الدنيا والعقبة. فإذا هي وظيفة جليلة يقوم بها هذا النبي، يزكيهم. وإذا جئنا إلى أمر التزكية كما ذكرنا، نجد أن هذه الآية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك مزك أو مرب أو ما يسميه بعضهم بشيخ، لكن المزكي أولى أخذا من دلالة الآية، لأنه ليس كل أحد يصلح للتزكية أو للتربية. فلا بد أن يكون هذا الذي يقوم بالتزكية أن يكون هو نفسه على صلاح وعلى استقامة، لأن هذا الطالب أو ما يسميه بعضهم بالمريد يذهب إلى هذا الشيخ ليضع نفسه بين يديه، يقلبه كيف يشاء، كما قالوا كالميت بين يدي مغسله، لأن هذا الطالب إنما هو جاهل، هو ضعيف، فلذلك هو محتاج ولا يعلم شيئا عن أدواء النفس ولا عن كيفية علاجها. فإن أراد الانتفاع فيجب عليه أن يتواضع لأستاذه وأن يسلم الأمر إليه حتى يستفيد منه. فهنا موقع الشيخ موقع خطير، لأنه إن لم يكن على صلاح وعلى استقامة قد يستغل حاجة هذا الطالب إليه فيما يضر هذا الطالب، قد يهتك عرضه والعياذ بالله تعالى، أو يأخذ ماله دون وجه حق، أو يستغله في تحقيق مصالحه الخاصة إلى غير ذلك من الأمور. فهنا يجب أن يتحرى هذا الطالب الذي يريد تزكية نفسه أن يتحرى الشخص الذي يعرف بالصلاح والاستقامة، لكي يأمنه على نفسه، لكي يأمنه على دينه. فهنا التزكية إنما هي على دين الله سبحانه وتعالى، إنما يراد بها الدار الآخرة. فلا يؤمن من شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى أن يلقي به في الهاوية والعياذ بالله. الشيء الآخر أنه لا بد أن يكون هذا الشيخ على علم بشرع الله عز وجل. فإن كان هذا الشيخ المزكي على جهل بدين الله عز وجل، فإن جهله قد يوقعه في مهاون، ويوقع مريده أيضا أو تلميذه في مهاون أيضا، فيسلك مسالك مخالفة لشرع الله عز وجل. وهنا كما ذكرت بأن من أهم قواعد تزكية النفس أن تكون قائمة على منهاج النبوة، على قاعدة شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لا بد أن يكون هذا الشيخ على خبرة ومعرفة بأدواء النفوس وكيفية علاجها. فربما تجد بعض الناس لديهم علم في الشرع ولكن ليس لديهم خبرة في التربية، وهذه مهارة أو خصلة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، فهي ملكات عند بعض الناس دون بعض. فقد يكون بعض الناس غير واسع العلم في دين الله تعالى، ولكن لديه ملكة في تربية الآخرين، لديه أسلوب في التنشئة. ولذلك لا بد أن يكون هذا الشيخ على إدراك
بأمراض القلوب وكيفية علاجها. وهنا تكمن أهمية الشيخ بالنسبة لهذا التلميذ أو المريد، لأن هذا الشيخ هو الذي يستطيع أن يجعل هذا الطالب في أي مرتبة حتى يعامله على حسب المرحلة التي هو فيها. فإن كان في المرحلة الأولى إذن يعامل بالمرحلة التي يستحقها، وإن كان أعلى من ذلك شأنا عامله أيضا بما يناسبه، فلا يطالبه بشيء مثلا فوق طاقته فيعود بالخسران وينقلب إلى نفور. فهذا أمر مهم. ثم إن ملكات الطلبة تختلف أيضا من واحد إلى آخر، فربما يسلك بعض الطلبة سلوكا منحرفا فيحتاج إلى تقويم بالشدة وتنفع معه الشدة، بينما آخر لا تنفع معه الشدة وإنما يحتاج إلى لين. ثم إن هناك من يسير رويدا رويدا، بينما هناك من ينطلق انطلاقة سريعة فيحتاج إلى احتواء حتى يبلغ درجة أن يتفوق على شيخه. وتلك حظوظ للإرادة قسمها وحكمة من يختارنا ويخيره. وربما يعن لهذا الطالب بعض المشكلات وبعض الأمراض فتحتاج إلى خبير فاسأل به خبيرا. فلذلك يكون هذا الشيخ مدركا لهذا المرض وكيفية علاجه حتى يأخذ بهذا الطالب إلى شاطئ الأمان وبر السلامة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني يرد في هذا الموضوع إشكال آخر، قضية العلاقة بين الشيخ ومريده، كما تفضلتم أن البعض يسميه بالمريد، وفضلتم أن تكون لفظة المزكي هي الأفضل. هذه العلاقة ما هي حدودها وإلى أين تقف؟ لأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ذوبان شخصية التلميذ في شخصية شيخه، وذلك يؤدي إلى الكثير من المشكلات، يؤدي إلى فقدان إبداعه، إلى فقدان مشاركته في الرأي، إلى أنه يصادر في فكره، وقضية حرية المناقشة وغير ذلك. سأضرب لك مثالا ربما من واقع مدارس أخرى ونحن بحاجة إلى أن نناقش هذا الموضوع. فمثلا شيخ قال لتلميذه بعد أن أعجب بزوجته طلقها لي لأتزوجها. ما هي حدود العلاقة بين المريد وبين مزكيه وأين تقف؟ على كل حال هنا الأمر إنما يكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى، بحيث لا تتجاوز الحدود ولا تنتهك الحرمات، وليس هناك تقديس لهذا الشيخ وليس هناك عصمة لهذا الشيخ. فنحن ضد هذا الفكر الذي يجعل هذا الشيخ معصوما. فالعصمة إنما تكون لمن عصمهم الله وهم الأنبياء، وقد انتهت النبوة بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن بعده من الناس هم جميعا غير معصومين، يؤخذ من قولهم ويرد. وعلى هذا يجب أن يلتزم هذا الشيخ أولا بشرع الله عز وجل، ويجب على هذا الطالب أيضا أن يكون لديه من العقل والإدراك ما يستطيع به أن يمتنع عن الوقوع فيما يهلكه ويرديه والعياذ بالله تعالى. نعم. وينبغي أن يكون هناك أمر آخر أيضا مهم في هذا، وهو أن هذا الشيخ إن كان فعلا شيخا حقيقة مزكيا ينبغي أن يربي تلميذه على الاستقلال أيضا، وهذا الذي كان يسعى إليه علماؤنا. عندما نأتي مثلا الإمام جابر بن زيد رحمه الله تعالى وإلى الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، كانت لديهم مدارس وقد اعتنوا بهذا الأمر اعتناء بالغا، كانت لديهم مدارس للتزكية للتربية بخلاف بعض العلماء المعاصرين لهم في وقتهم، كانوا يلقون دروسا عامة وينتهي أمرهم بانتهاء حياتهم ربما، وربما نقلت عنهم بعض الأقوال هنا وهناك. ولكن هؤلاء العلماء الإمام جابر، الإمام أبي عبيدة ومن بعدهم، خصوا طلبة لهم بكثير من أوقاتهم وربوهم تحت أيديهم وعلموهم، وطالت هذه الصحبة هذه التلمذة، وهنا يقع التأثير. ولكن عندما نجد الأثر نجد أنه قد خرج من تلك المدارس علماء مجتهدون. فهكذا كان أساس التربية، أن يربى الطالب على أن يكون عالما مستقلا مجتهدا، لكي يحمل مش على الدعوة ومش على الهداية، وليقوم بدوره
في الحياة. نعم. وتربية الطالب على أن يكون مجتهدا إذا تقتضي تنشئته تنشئة علمية على القواعد وعلم الآلة التي يستطيع بها استنباط الأحكام، وتقتضي تنشئته أيضا على ما يسمى بالملكة الفطرية، بأن يكون لديه قوة شخصية، قوة إرادة، بحيث يكون شجاعا يستطيع أن يبرز آراءه وليس جبانا، كما يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: والعلم فحل لا يطيق حملا له سوى من كان منا فحلا. إذن المخلص من المزكين هو الذي يربي طلبته على هذا. أما أولئك الذين يريدون لطلبتهم أن يكونوا إمعات يمتثلون أوامرهم ويجتنبون نواهيهم فقط دون أن يكون لديهم شخصية، فهذه تربية فاشلة، وهذا يدل على عدم الإخلاص. طيب، على كل حال نحن موضوعنا في قضية تزكية النفس، والأسئلة الأخرى قد نجد لها في نهاية الحلقة بعض المتسع. فضيلة الشيخ، يعني نحن الآن تحدثنا عن موضوع العلاقة بين المزكي وبين مريده، وإن كان مصطلح المريد هو مصطلح أيضا يعني تطلقه بعض المدارس على العلاقة بين الشيخ والمريد. تزخر مدارس المسلمين بطرائق مختلفة التسمية في موضوع تزكية النفس كعلم السلوك أو التصوف. هل في القرآن الكريم وفي السنة ما يضع محددات معينة لهذه التزكية؟ هذه المسميات جاءت متأخرة أظن، لكن هل في القرآن والسنة ما يضع محددات معينة، قواعد معينة، غير طبعا يعني توصيف معين لهذه العلاقة؟ يعني الذي نفهمه من كلامكم الآن أن هذه فقط علاقة بين طالب علم وبين شيخ يؤسس تلميذا على القواعد العلمية حتى يكون نافعا للمجتمع. هل تدخل التزكية هنا، يعني علاقة يعني الشيخ مع أو علاقة التلميذ مع شيخه من هذا الباب تدخل؟ لم أستوعب السؤال جيدا، ولكن على كل حال الذي نعم السؤال يتعلق على كل حال برأيكم لنقل في موضوع هذه المسميات علم السلوك والتصوف وغيرها، هل هذه بالفعل تؤدي إلى طرائق التزكية؟ نعم، هناك كما ذكرت مدارس مختلفة أو مناهج مختلفة عند علماء المسلمين في أمر التزكية، ولا مشاحة في الإصطلاح، كل بما بان له تكلم، وإنما الأهم هو الالتزام بالقواعد التي قدمتها، وهي أن تكون التزكية قائمة على شرع الله عز وجل، سائرة على منهج النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سالكة طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة. على أن أمر التزكية لا يقتصر على من يسمون الطلبة الخاصين بالأستاذ أو الشيخ، وإنما قد يكون العالم وهو مرجع للأمة، يزكي الأمة، يوجه الأمة، يربيها، تكون له حلقة في المسجد أو درس يوجه به الناس ويربيهم، خطبة الجمعة تدخل في هذا، الدروس التي تلقى تدخل في هذا، سيرة هذا العالم أو المزكي في أمته تدخل في هذا، لأنه قد لا يتأتى في كثير من الأحيان هذا الاختصاص، لأن هذا الاختصاص إنما يكون له لفئة محدودة من الناس والأوقات ضيقة، فلا بد من التوسع أكثر من ذلك حتى يشمل الأمة جميعا. وإنما أنبه هنا على نقطة مهمة جدا، وهو أنه يوجد خلل في فكر بعض المناهج في تعامل التلميذ مع شيخه، حيث يصورون له الأمر أنه لا يمكنه الوصول لفتح الأبواب إلا عن طريق هذا الشيخ، وكأنهم يجعلون هذا الشيخ واسطة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ليس في الإسلام رهبانية، وليس في الإسلام بين العبد وبين ربه تعالى واسطة. نعم، هذا الشيخ أو الأستاذ إنما يدل هذا الطالب على الطريق المستقيم، يرشده إليه، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف القلوب كيف يشاء. وما أن يعرف هذا الطالب الطريق، عليه أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. أقول هذا لأني كما قدمت أن التزكية إنما هي وظيفة الأنبياء، ولكن بعد انقطاع النبوة يحمل هذه الوظيفة العلماء الربانيون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء.
فإذا ما دام الأنبياء يقومون بهذا الدور وهو تربية الأمة، تعليمها، تزكيتها، توجيهها، إذا فهم يسيرون على نفس الطريق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، هناك من يجتهد في تزكية نفسه للوصول إلى مراتب معينة، هل في موضوع التزكية ما يسمح بوجود هذه المراتب؟ نعم، على كل حال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن هناك الإسلام والإيمان والإحسان، نعم، بعض أهل العلم كالمحقق الشيخ العلامة سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى في نونيته التي خصها لهذا بين هناك هذه المراتب بالتفصيل، بحيث يسعى المرء لتزكية نفسه ليقطع المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا يرتقي. وهناك من أهل العلم الكثير من بينوا أن للسالكين مدارج، فكل بحسب قدرته، كل بحسب اجتهاده، وكذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، وفضل الله تعالى واسع. وإنما في أمر التزكية يجب أول ما يجب أن يسلم العبد نفسه لله سبحانه وتعالى، هذه من أهم قواعد التزكية على الإطلاق. من أراد الخير لنفسه، من أراد أن يرتقي، عليه أن يترك حظوظ نفسه، أن يترك ما يسمى بالأنا، بحيث لا يلتفت إلى نفسه أبدا، لا يراعي حظوظ نفسه، وإنما يسلم نفسه لربه ومولاه وسيده سبحانه وتعالى. ليس في هذا نكران للذات كما أشرت بالأمس، ولكن في هذا استسلام لشرع الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كان هناك حظ للنفس، حظ للنفس، فإن هذا الحظ للنفس قد يؤدي به بصاحبه إلى الإعراض عن حب الله عز وجل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقدم حب الله تعالى على كل حب، ثم يأتي بعد ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأمور الأخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، في بعض الألفاظ والناس أجمعين، في بعضها حتى أكون أحب إليه من نفسه. إذن هناك حب لله عز وجل يفوق كل حب، والذين آمنوا شدوا حبا لله. ولذلك يقول الإمام أبو مسلم رحمه الله تعالى، يقول: تجردت من نفسي فلم يبق لي أنا، فلم يبق لي أنا، تجرد من هذا، وطارت هوى روحي بأجنحة الفناء، لمن هو أهل المجد والعز والغنى، لمن هو أهل الحمد والمدح والثناء، لذي الفضل والآلاء خير مفيد. ويقول في موضع آخر: وأرهق جنود النفس حربا ولا تهن. والإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى يقول في بداية قصيدة الميمية: تقدم إلى باب الكريم مقدما له منك نفسا قبل أن تتقدم. هذه النفس كما يقال جعلها تضحية، لا تلتفت إليها، حيث أمرك المولى تعالى فأتمر، وحيث نهاك فانتهي. لا يعني ذلك كما قلت أن يتنكر المرء للأمور الطبيعية التي خلقها في البشر من الأكل والشرب والنكاح، هو يأتي هذا كله، ولكن لأن الله تعالى أذن له به، ولا يشغله ذلك عن مولاه سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الدنيا لا يلتفت إليها إلا على أنها شيء في يده يقلبه، لا تسكن قلبه ولا يطمئن إليها، وإنما نظره إلى مستقبل آخر، إلى دار أخرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية. فهذه الحياة الدنيا كما وصف الله تعالى كسراب بقيعة، فهكذا شأن من أراد أن يصل إلى هذه الدرجات. الإمام أبو مسلم رحمه الله تعالى عندما يخمس هذه الأبيات لبيت الشيخ بن خلفان الخليلي يقول: هو الله فاعرفه ودع فيه من وما،
دعاك ولم يترك طريقك مظلما، عن الحق نحو الخلق يدفعك العمى، تقدم إلى باب الكريم مقدما، له منك نفسا قبل أن تتقلم قبل أن تتقدم. هو الله فاعرفه ودع فيه من وما. قد يفهم هذا دع فيه من وما الأسئلة التي فيها انتقاص للمولى سبحانه وتعالى، الممنوعة من وما التي لا يسأل بها إلا عن مخلوق، والله تعالى منزه عن الجسمية والعرضية وصفات المخلوقين. وقد يفهم منها أيضا دع فيه من وما لا تشتغل بأي كائن، كان جمادا أو كان حيوانا، كان إنسا أو جنا أو ملكا أو غير ذلك، لا تشتغل فيه به، وإنما وجه نفسك بالكلية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب فضل الشيخ، عندما تتحدثون عن علمائنا في هذا الموضوع، هل يتوهم وجود علاقة بين هذا المسلك، طبعا هنا يعني عند علمائنا يسمونه بعلم السلوك، وبين ما انتهجته المدارس الأخرى كعلم التصوف وغيره، أم أن هذا فكر مستقل؟ على كل حال علماؤنا سابقون في هذا. والحقيقة أن العقيدة لها أثر، ظهر التصوف في بعض المجتمعات ولم يظهر عندنا، لأن بعض المجتمعات الإسلامية سرى فيها الترف في شيء من العصور، كعهد بني أمية وبني العباس بعدهم أكثر من ذلك، وسرت إليهم هذه الأفكار من غير المسلمين، وكان عندها نوع من الرهبانية والنظر في هذه الأمور، فظهرت فيهم دعوات تدعو إلى الزهد عن الدنيا بالكلية والإعراض عنها، وتدعو إلى الاعتزال عن الحياة وفتنها، وتدعو إلى التجرد المطلق. ووقع أصحاب هذا الفكر في بعض الأحيان في شطحات هي مخالفة لمنهاج النبوة وللتوازن الذي ذكرناه سابقا. فهذا بسبب تأثيرات معينة، أما عندنا لم يظهر الأمر على هذا النحو، لأن العقيدة كانت حية متحركة، لأن العقيدة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بها أهل الاستقامة هي عقيدة حية، لأن الإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل. وأن الإنسان لا ينجو يوم القيامة بعد رحمة الله تعالى إلا بعمله، بعمل هذا الإنسان. فلذلك يجب أن يكون المؤمن عاملا، وبذلك يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله تعالى يبقى في نفسه. كما أن عقيدة التنزيه أيضا كان لها أثر في ذلك، لأن عقيدة التنزيه تقتضي نفي الشبيه والمثيل والنظير عنه سبحانه وتعالى، نفي كل صفة نقص عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن في هذا ما يؤدي إلى تعظيم الله تعالى في النفس وإلى الخوف منه. ثم إن علماء أيضا يقولون بأن الله تعالى صادق في وعده ووعيده، فهو لا يخلف وعده وهو كذلك لا يخلف وعيده. والله تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول سبحانه إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فلذلك هذا الخوف من الله تعالى جعل الإيمان حيا في قلوبهم، وهذا الإيمان بالوعيد جعلهم أيضا عاملين، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. نعم، في وقت من الأوقات حصل تداخل بين هذه المدارس، وتعيرت مصطلحات من بعض المدارس الأخرى نتيجة اللقاء الفكري، هذا شيء حاصل. ولكن بقيت الروح والأسلوب نفسه والحمد لله. نستقبل هذه المكالمة ثم نقف وقفة قصيرة. الأخ خلفان الضوياني، أهلا الأخ خلفان. كيف حالكم طيبين؟ والحمد لله نشكر الله. عندي سؤال حول الصلاة. الصلاة؟ نعم. لا بأس، إن كان موضوعنا يتحدث عن تزكية النفس، قل سؤالك يا خلفان. سؤالي بعض أئمة المساجد هداهم الله تجدهم يقلدون، تجدهم أصواتهم مختلفة تماما، مما المفهوم السؤال، أنت تسأل عن قضية تقليد الأصوات مهما كانت هنا أو هناك، لكن هنا سؤالي أنا حول المصلي، ما إذا كان الصوت لا يعجبه صوت الإمام، أو إنه يجد إنه يعني في نوع من ما تحس أنه في نوع من الخشونة لما يكون يقرأ القرآن، فإذا حب أنه يترك صلاة الجماعة ويطلع يصلي فيما بعد، شيء إشكالية؟ هذا إن شاء الله نطرحه، لأنه سيدخل
في قضية التزكية من بعض يعني المنافذ. شكرا جزيلا خلفان. شكرا جزيلا. الأخت أميمة. الأخت أميمة. تفضلي الأخت أميمة. لم يصلنا صوتها. طيب الآن نقف وقفة بسيطة ثم نعود إليكم بعدها بإذن الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في برنامج سؤال أهل الذكر، وموضوعنا اليوم عن تزكية النفس. فضيلة الشيخ، أنتم تحدثتم أثناء حديثكم عن التجرد من أطماع النفس وأهوائها والتجرد من دواعي الأنا وغيرها، أن الإنسان يخلص نفسه لله ويستسلم لأمره في كل شيء. في سؤال الأخ حمد الحسني أمس، قد يتوهم البعض من قضية تزكية النفس هو الهروب عن الدنيا مطلقا والابتعاد عن مشكلات الحياة إلى درجة التحنث الشديد الذي يمكن أن يقال معه المقولة التي يتعارف عليها البعض، قتلته التقوى. هل التزكية تدفع بالإنسان بالفعل إلى هذه الرهبانية الموغلة في البعد عن الدنيا؟ هذه النتيجة تقع نعم إذا كان منهاج التزكية خاطيا، ولكن مع القيود التي أشرت إليها سابقا، وهي الالتزام بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية، فلا تؤدي إن شاء الله تعالى إلى هذه النتيجة، وإنما تؤدي إلى نتيجة أفضل، هي النتيجة التي يكون بها الإنسان قائما بالخلافة حقا في هذه الأرض، قائما بعمارة هذا الكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم فيها، إذن أنتم مطالبون بعمارة هذه الأرض. والله تعالى امتن على عبده الإنسان في كتابه أنه سخر له منافع هذا الكون وطاقاته، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا الإنسان هو قطب الرحى الذي تدور عليه أو يدور عليه هذا الكون، وهو الخليفة في هذه الأرض، وهو المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن يجب على هذا الإنسان أن يقوم بدوره، هو سيد في هذا الكون. وإنما هذه التزكية تزوده بالزاد الذي يحتاج إليه، وهو يصارع فتن هذه الحياة، يشق غمارها، يمخر عباب هذا البحر المليء بأمواج الفتن والمغريات. ودون هذا الزاد أو هذا السلاح سيغرق، سيتخبط، فهو بحاجة إلى هذا الزاد الروحي. وهذه المحطات في البداية قد يحتاج الإنسان فعلا إلى تربية وتزكية جادة، وقد لا يشتغل بالدنيا لفترة من الوقت وهو في طور التكوين. في طور التكوين يحتاج إلى زاد إيماني روحي تربوي قوي، يحتاج إلى زاد نظري علمي قوي، وإلى ملاحظة شديدة من قبل مزكيه أو شيخه. ولكن بعد ذلك ينطلق في الميدان، وهو أثناء انطلاقه في الميدان عليه أيضا أن يراعي نفسه بأن تكون لديه محطات يتزود منها هذا الزاد الروحي، ويحتاج إلى خلوات كما جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فكان يبقى هناك مدة. وكذلك أيضا البقاء يعني القيام في الليل حيث الراحة والسكينة والهدوء، وحيث يبيت الناس في غفلتهم ويستيقظ هذا العبد في ظلمة الليل حيث يختلي بربه فيحاسب نفسه وتدمع عيناه من تقصيره في جنب الله عز وجل، ويلجأ إلى ربه دون واسطة
أن يحفظه ويكلأه برعايته، هذا الأمر يحتاج إليه الإنسان بين فترة أخرى. والصلوات العبادات التي شرع الله تعالى أيضا تزود الإنسان روحيا حسب حاجته إليها، الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان في كل عام، الحج، قيامه بالعمرة، وربما كرر ذلك أيضا في النفل، كل هذا أمر يحتاج إليه وهو يشق هذا العباب. طيب فضيلة الشيخ، ذكرتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي الأيام ذوات العدد، هل نستطيع القول، طبعا لم يختلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كما ورد، هل نستطيع القول بأن قيام الليل أصبح هو البديل عن قضية الخلوة الانقطاع فترة زمنية معينة، وأن قيام الليل يوفر بالفعل هذا الجو للإنسان؟ قد يكون، أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك، ونجد في الإسلام عناية بهذا الأمر، قيام الليل قد يكون له دور كما أشرت قبل قليل، وهناك أصرح من ذلك وأوضح الاعتكاف. نعم. الاعتكاف حيث يبقى المرء محبوسا أو ملتزما بمكان معين هو بيت الله تعالى، حيث تتنزل رحمة الله تعالى، حيث الأرواح تناجي بارئها سبحانه، حيث ينقطع المرء عن الدنيا وزينتها وزخرفها، ويبقى مشتغلا بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الدعاء والاستغفار، فهذا نوع أيضا. الأخ أفلح من الموقع يقول: أحيانا عندما يدخل أحدنا إلى محاضرات يتأثر في ذلك الوقت أو لأيام، وبعد ذلك يصاب بحالة فتور، بماذا يفسر هذا؟ علينا أولا أن نعلم أن للنفس إقبالا وإدبارا، فهذا أمر طبيعي لا ينبغي أن نقف منه متأزمين جدا منقبضين عنه، فهذه طبيعة بشرية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ساعة وساعة، فالإنسان تأتيه فترات يكون هكذا وهكذا، كما اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وجاء في معنى الرواية أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة على الطرقات. فكانوا يشتكون أنهم عندما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم يشعرون بهذا الحماس والروح الإيمانية الوثابة المتدفقة والرغبة في الخير، ولكنهم حينما يرجعون إلى بيوتهم ويختلطون بأهليهم وأولادهم وأموالهم يتغير الأمر شيئا قليلا، فهذا أمر طبيعي. أمر طبيعي ينبغي أن نعرفه، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون المؤمن دائما راغبا في الخير، وأن يكون ذاكرا لله تعالى. الذكر لله عز وجل يكون بالقلب قبل أن يكون باللسان. عندما نقول بأن المرء ينقلب إلى دنياه ويؤدي حقوق أهله وأولاده، فهذا أمر ومطلب مهم، ولكنه في كل تلك الأحوال لا يغيب عن قلبه ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو دائما يذكر الله عز وجل ويذكر الدار الآخرة، ولا يسمح للشيطان أن يدخل في قلبه. ثم إن العقيدة الصحيحة علاج لهذه المشكلة، حينما يكون الأمر مبنيا على مجرد عاطفة يقع هذا الأمر، فنجد العواطف تثور ولا تلبث بعد ذلك أن تغور. لكن حينما يكون الأمر مبنيا على عقيدة، بحيث تكون هذه العقيدة راسخة في النفس، مهيمنة على العقل، مسيطرة على الشعور والجوارح، موجهة للإنسان بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، نجد هذه العقيدة مترجمة في واقع الحياة، فتوجه هذا الإنسان في حياته كلها، ولذلك يظل حيا مع عقيدته متفاعلا معها، لا يغيب قلبه ولا جوارحه عنها، فلديه منهاج. ثم ذكرت في المرة الماضية أن خير العمل ما دام وإن قل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلتزم المرء بالعمل القليل الذي يستطيعه وفقا لظروفه وفقا لحاجته، يراعي حقوق الآخرين، يراعي فراغه، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، ويستمر على ذلك إن شاء الله تعالى، وفي طريقه هو يرتقي أيضا شيئا فشيئا، فيكثر من ذلك رويدا رويدا دون أن يتكلف شططا. طيب فضيلة الشيخ، نأتي إلى مناقشة هذا الموضوع، ولكن لدينا سؤال ربما يعني يريد أن يراجع فيه أحد السائلين موضوع الحلقة الماضية والذي ذكرتم فيه في قضية التدبر في القرآن الكريم. يقول: أوافق الرأي الشيخ في تدبر القرآن الكريم، ولكن نرى بعض الناس
يتنفسون أو يتنافسون على إنهاء كتاب الله، وذلك للأجر الكثير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه كل حرف من القرآن بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. كيف نوفق بين الرأيين في الأشخاص الذين يبتغون الأجر من تدبر القرآن الكريم؟ أولا ينبغي أن يعلم أنه لم تثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء الحديث في استحباب ختم القرآن كله في صلاة التراويح، وإنما هذا أمر استحسنه بعض أهل العلم وجرى عليه أمرهم، ولكن ليس في ذلك سنة حتى يلتزم المرء بها ويعتبر نفسه مقصرا إن لم يقم بها. نعم الإطالة في القيام مستحبة، هذا أمر ثابت كما نص على ذلك أهل العلم، لأن هذه الصلاة تسمى صلاة القيام، فيستحب فيها طول القيام أي إطالة القراءة. نعم ينبغي أن نعلم، حينما ذكرت مسألة التدبر لا ينبغي أن نغفل تأثير القرآن في التلاوة، فالله سبحانه وتعالى ذكر تأثير هذه التلاوة وأشار إليها حينما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فنرى أن التلاوة ملازمة للتزكية، وكذا أيضا للعلم، ويعلمهم كتاب الحكمة. هذه الأشياء الثلاثة مهمة جدا لا بد أن تكون معا، وهذه من القواعد التي ينبغي أن نفيض الحديث عنها، ولكن عسى الله تعالى أن ييسر لقاء آخر. فتلاوة الآيات تلاوة القرآن مؤثرة على النفس، هي نفسها تكسب التدبر. الإنسان مع كثرة تلاوته للقرآن تسمو نفسه ويحس بشفافية، لأن لهذا الكلام الرباني سرا وتأثيرا عجيبا على النفوس، هو يقود النفوس فتنقاد له لعظم بلاغته ولإعجازه ولقوته الغيبية التي أودعه الله تعالى فيها. ونحن ندعو مع ذلك إلى التدبر، ولكن أيضا كثرة التلاوة، القرآن مأمور بتلاوته وترتيله والإكثار منه، ولذلك سمي قرآنا لأن يقرأ قراءة، ووعد الله سبحانه وتعالى الذين يتلون كتابه بالدرجات العالية الرفيعة عنده سبحانه، وكما ذكرت أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن للعبد بكل حرف منه حسنة، والحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها وإلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك يكثر المرء من التلاوة، ولكن ليحاول قدر طاقته أن يتدبر، على أن من القرآن ما هو واضح للجميع كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، القرآن على درجات، منه ما يخاطب جميع الناس لا فرق بين عالمهم وجاهلهم، لأن بعض كلماته يفهمها الجميع، فكل واحد يدرك السماء والأرض والماء والنار، وبعض هذه الكلمات واضحة، فكما ذكر بعض أهل العلم هذه لا تحتاج إلى تفسير في بعض الأحيان، في بعض المواضع لا تحتاج إلى تفسير، المرء يستطيع أن يتدبرها ويتفهم معانيها. وهناك درجة أخرى إنما يصل إليها العلماء، هناك معاني لا يفقهها إلا العلماء، وهذه فعلا تحتاج إلى مزيد تدبر، وإذا لم يستطع القارئ استيعابها فيرجع إلى العلماء الراسخين في العلم ليسألهم عنها. وهناك درجة من القرآن لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك درجة لا يعلمها إلا الله كما نص على ذلك بعض أهل العلم في الحروف، أسماء الحروف في أوائل السور هي أسرار إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. كان ذلك سؤال أخ محمد الرحيلي. الآن فضيلة الشيخ، ما الفرق بين تزكية النفس الذي تتحدثون عنه الآن وبين النهي عن هذه التزكية في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ نعم هذا معنى معاكس لمعنى التزكية الذي نذكره، ولعل المعنى هنا النهي عن مدح النفس كما ذكر بعض أهل العلم في التفسير، فلا تمدحوا أنفسكم، بحيث لا يصف المرء نفسه بأنه تقي وبأنه على درجة من الصلاح وبأنه على درجة من الإخلاص، فهذه تزكية منهي عنها، وإنما حسب العبد أن يعترف بعجزه وتقصيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وكما قال سبحانه في ختام هذه الآية هو أعلم بمن اتقى. وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، لا تزكوا أنفسكم لا تحكموا عليها بالنجاة يوم القيامة، أن الله تعالى راض عنها وأنه سيدخلها الجنة، الإنسان لا يضمن
لا يضمن دخول الجنة، لأن هذا غيب وهو لا يعلم الغيب. والمولى سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين الموفين بأنهم كانوا مع قيامهم بالعمل الصالح في حق الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم يستقلون ذلك في جنب الله سبحانه، ويعتبرون فضل الله تعالى أعظم من أن يستطيعوا الوفاء به. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. ورد في تفسير الطبري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هؤلاء، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء ليسوا الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويفعلون الكبائر، وإنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ولكنهم مع قيامهم بهذه الأعمال لا يعلمون هل وفوا بشرائطها كما أراد الله تعالى، هل كان لديهم من العلم بحيث استوعبوا ذلك حتى يقوموا به، وهل طبقوه، وهل قبل ذلك منهم عند الله، وهل لم يرتكبوا شيئا من الكبائر يؤدي إلى إحباط هذه الأعمال، هل أخلصوا في ذلك نياتهم حتى تكون مقبولة عند الله، لا يعلمون. نعم. وإنما يحسنون الظن ويلجؤون إلى الله تعالى ليتقبل منهم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني قبل أن تكمل أيضا لأن الوقت أصبح قصير، طيب في موضوع التدبر الذي ذكرتموه وتلاوة القرآن الكريم، طبعا سؤال الأخ الفاندو، يعني نحاول أن نعطيه فرصة في نهاية هذه الحلقة. نعم. يحاول البعض أن يقلد الأصوات طمعا في أن يعني فطمعا في أن يتلو القرآن الكريم بصوت ربما يخشع منه السامعون وراءه، ولكن البعض قد لا يعجبه ذلك لأن التقليد ليس متقنا فيصاب بشيء من الانقباض فيخرج من الصف، هل يصح هذا؟ هذه عقبة التكلف. المرء حينما يتلو القرآن ينبغي أن يتلوه على طبيعته على سجيته دون تكلف، وهذا التكلف يخشى منه أن يؤدي إلى الرياء والعياذ بالله تعالى، وهذه عاقبة هذا الأمر. فالأرواح أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فحينما لا يكون ذلك الإمام مخلصا، والله أعلم بأمره عند الله عز وجل، لكن عندما لا يكون مخلصا وإنما همه أن يعجب الناس بصوته يؤدي هذا إلى نقيض ما أراد، فإذا بالناس ينفرون عنه ويخرجون عنه ويبحثون عن أئمة آخرين، فحسبه أن يؤدي ذلك بطبيعته بسجيته، وليحسن صوته دون أن يتكلف الأمر، وليخشع في صلاته لأنه يعبد الله عز وجل ولا يعبد الناس، ولا ينبغي أن يسارع إلى رضا الناس، فإن فعل ذلك فعسى أن يسلمه له أمر صلاته إن شاء الله تعالى بحول الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كنا أردنا أن نطرح في هذا الموضوع بالذات مجموعة أخرى من الأسئلة، ولكن الوقت قد انتهى. نشكركم فضيلة الشيخ على هذا العطاء وعلى هذا التوضيح في موضوع تزكية النفس. نشكركم أيضا أعزائنا الكرام على متابعتكم وإنصاتكم، لا شك أنكم تشكرون معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سعيد المعمري قسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الشرعية، نشكركم، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى لتناول مواضيع أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.